شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بهذا الحضور الكريم. المداخلة متاعي باش تشمل ثلاثة نقاط، اللي هي تركيبة الحكومة وبرنامجها، معاهدة أبرمت بين تونس وفرنسا في أفريل 2008، وفي الأخير وضع جالية متاعنا في العالم العربي. سيدي رئيس الحكومة، اطلعت على برنامجكم وتركيبة الحكومة متاعكم وما قيتش فيها اللفتة اللي كنا نستنيو فيها لجاليتنا المقيمة بالخارج. خليني اليوم نعبر على أسفي عن عدم وجود هيكل مستقل يعنى بمشاغل أكثر من 1,200,000 تونسي مقيم خارج الوطن، اللي أوضاعه ومستحقاته تستدعي وجود وزارة كاملة مش كتابة دولة فحسب، تم تجاهلها في التركيبة الحكومية الأولى ثم أصبحت نصف كتابة في التركيبة الحالية. وإن أسفي لا يقترن بمرارة وقت اللي نشوف أن في كتابة الدولة هذه تم الجمع بين مواطنينا بالخارج والمعنيين بالإدماج الاجتماعي على غرار العائدين من سوريا وخريجي السجون. خليني نذكر اللي جاليتنا المقيمة بالخارج ماهيش مواطنين من درجة ثانية. الجالية التونسية المقيمة بالخارج هي مكسب لتونس وثروة لها، وهي ممثلينا وسفرائنا في دول الإقامة متاعهم. النقطة الثانية تتعلق بمعاهدة أبرمت بين تونس وفرنسا في أفريل 2008 وتخص التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة، سكون أبيل ليميغراسيون شوازي، اللي تضمن 9,000 تأشيرة عمل في 74 مجال في 74 اختصاص، واللي لم يسهر الطرف التونسي على تفعيلها. واحنا من منبرنا هذايا باش نعملوا على تنفيذ هذه المعاهدة والمساءلة على مدى تحقيقها. كذلك عندنا بعض المشاكل المتعلقة بجاليتنا في دول الخليج وملفات مستعجلة حلها يضمن لنا استقطاب العديد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا. نذكر اللي الروافد العربية المتواجدة بهذه المنطقة تبلغ 3 ملايين، واللي 80,000 برك منهم هما توانسة. في الختام خليني نذكر اللي تحت قبة هذا المجلس الموقر 18 نائب يمثلوا التونسيين المقيمين بالخارج، وإن مش ندخروا مجهوداتنا باش ندافعوا على مصالحهم ونفعلوا وعودنا لتحسين أوضاعهم، وننتظروا من حكومتكم اللي إن شاء الله تنيل ثقة البرلمان اليوم إنها تسهل لنا المهمة متاعنا. وشكراً.